يواصل أبناء مملكة البحرين تقديم إبداعاتهم وإمكانياتهم العالية في إدارة وتنظيم جائزة أذربيجان الكبرى الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1 والتي تستضيفها عاصمة جمهورية أذربيجان باكو. شهدت حلبة باكو سيتي إقامة فعاليات فترات التأهيل وتحديد المراكز لسباقات الفورمولا 1 وإقامة السباق الأول، حيث أكد الشباب البحريني مجددا تفوقهم في مجال سباقات الفورمولا 1 التي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة، فلطالما كان للمملكة الدور الرائد منذ العام 2004 في تنظيم أولى السباقات في منطقة الشرق الأوسط على مضمار حلبة البحرين الدولية التي حققت جائزة أفضل تنظيم، ومنها باتت البحرين محط الأنظار بفضل جهود قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي. البحرينيين وصلوا خارج البحرين لتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية، وهذه طبعا من دعم الحكومة ووجود منشأة مثل حلبة البحرين الوطنية، منشأة احترافية لرياضة السيارات، أنتجت هذه الكادر وأعطتنا الخبرة من خلال استمرار المملكة في تنظيم سباقات فورمولا 1. طبعا هذه يدل على رؤية القيادة حفظهم الله وعمق التفكير التنموي وشموليته في بناء المواطن البحريني. اليوم احنا في الاتحاد أصبحنا مركزا لطب رياضة السيارات في الشرق الأوسط، احنا الوحيدين بعد ألمانيا، فثاني دولة في العالم اليوم أصبحنا مركز لتدريب منظمي رياضة السيارات اللي هم المارشلز، وهي الحقيقة شيء يعني نفتخر فيه دائما. ما وصل إليه الشباب البحريني من مكانة مرموقة ساهم في رفعة مملكتنا الحبيبة عاليا، وأكد على قدرات أبناء الوطن المؤثرة والتي عكست الوجه الحضاري للمملكة وشعبها الأصيل، وفي ظل ما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم لا محدود للقطاعين الرياضي والشبابي. طبعا هاي يعني النجاح اللي قام بالمارشال البحريني وانتقل من المرحله انه ينظم سباق فقط الى ينقل خبرته، انتقال للخبره عالميه. طبعا سباق الاذربيجان يعتبر من السباقات الاوروبيه، فانتقال المارشال البحريني للسباقات الاوروبيه هي شهاده نحن نعتز بها طبعا من قبل الاتحاد الدولي للسيارات. مملكه البحرين أثبتت من خلال شبابها المخلصين على مكانتها العالمية المرموقة والقدرة الفائقة على تنظيم مختلف البطولات الرياضية وتنظيم البطولات الرياضية العالمية خارج البلاد الذي يعد فخرا واعتزازا كبيرا، فالشباب البحريني بات في وقتنا الحاضر عملة نادرة ومطلوبة لتنظيم العديد من البطولات الرياضية، والذي يؤكد ثقة المنظمات الرياضية القارية والدولية بقدرة البحرين وأبنائها في إنجاح مثل هذه التجمعات الرياضية.